رمضان كريم. صدق الله العظيم ده ما جتش صلاة التراويح معانا ليه يا يوسف؟ مش رمضان لسه بكره يا حاج. انت تستهبل، التراويح بتبدا من الليل. ماشي، من بكره ان شاء الله هبدا اصليها. وصباح اختك فين؟ في الفرن. بنت جدع طلع لابوها، وانت ما بتجيش تساعدني في الفرن ليه؟ بصراحه بقى انا مش عارف ايه اللي عاجبك في موضوع الفرن ده، بس احنا حتى مش محتاجين الفلوس اللي بتيجي من وراه. فلوس ايه يا ابني؟ والفرن بيجيب فلوس؟ انا وقفتي في الفرن هي اللي بتحسسني برمضان. ماشي حاضر، بس انا بتضايق من وقفه الفرن ده بصراحه. محدش قال لك وقف، ابقى اقعد. ماشي حاضر، بس انا مش عايزك بس تزعل مني. لا خلاص يا ابني مش زعلان. في البلد. انا مش لوحدي. يوسف. اه يا ماما. روح والنبي يا حبيبي اشتري لنا فول من عند ماهر. طب ما تشوفي فين جمال يجيبه. خد ابنه ومراته وروح. ماشي. ايه ده؟ انسي، انا مش همشي في الشارع انا ماسك حلة. يا واد هديك الفول في كيس، وانت عارف الاكياس معموله من الزبال. حاضر، من عينيا. تعالى هنا. نعم. انت هتروح كده بالشرط؟ مال الشرط؟ انا راح لماهر اجيب فول، انا راح اصلي. ايه يا خف لبس الشرط ده شويه، احنا مش في نادي. ماشي، من عينيا. استغفر الله العظيم، حدنا من على خير يا رب. ما الواد بيسمع الكلام اهو. يا سناء بنتي، يا سناء شوفي الباب. يوه كل سنه وانت طيبه يا استاذه سناء. ازيك يا ام هشام، اتفضلي. لا معلش، السيبه الفرشه لوحدها تحت، كنت عايزه مامتك كده في كلمتين. يا مامي تعالي كلمي ام هشام. ماشي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا ام هشام؟ كل سنه وانت طيبه يا حاجه. وانت طيبه يا حبيبتي. بصي بقى، اعمل حسابك في الجمعيه ولا لا؟ الا تعملي حسابي طبعا لازم، بس على شرط اقبض الاول. انت عارفه جهاز البت رضا؟ لاجل خاطرك وخاطر رضا هتقبضي الاول، ويا رب يا رب يا رب يتمم لها بالخير. اختي ان شاء الله يخليكي يا رب، وعشان الدعوتين الحلوين دول ليكي عندي هديه. استني دول من الحاج رمضان، ربنا دايما يجعله عامر ومفتوح بحسك انت والحاج رمضان. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا اختي. مش عايزه حاجه من تحت، خلي الواد هشام يجيبها لك. لا كتر خير. طب فوتك بعافيه. الف سلام. الله يسلمك. على مهلك. حاضر، مع السلامه. مش دي الكيس اللي كان بعتها لكم الحاج واصف؟ خلاص يا بنت، هو حد عارف رزق مين رايح لفين؟ ما هي شويه شحاتين بياخدوا من شحاتين عشان يدوا شحاتين. ربنا معاكوا يا ماما. انت بس لو تنقطينا بسكاتك كنا كلنا ارتحنا. بكره سيبها لك مخدره. طب يا اختي مختاري، ما انت ما قراتيش حاجه، انا اللي على طول شقيانه. زود المونه شويه يا اسطى عشان السخونيه ما تسربش. راح على الشمال شويه يابا، وظل يطلع كده عشان الشغل يطلع نضيف. اسمع كلامي. اسمع الكلام انت يا جمال، سيب الراجل يشوف شغله هو عارف يعمل ايه. شوف انت لازم تقاوح في كل حاجه. وانا اوحت في ايه يابا قبل كده؟ قلت لك اقعد انت ومراتك السحاره معانا، قلت لي لا لازم اروح البيت يابا، ودي جبتها وجيت. كان لازمتها ايه المشوره بقى؟ ما انا دورت كلامك ده في دماغي ولقيت ان انت عندك حق، عشان كده انا هقضي رمضان كله معاك. ماشي، شرف وتأنس يا ابني. الله يخليك يابا. وبالمره برضه البت ساميه تساعد امي في شغل البيت. يا سلام، وانا في ديك الساعه لما اساعد امي في البيت؟ بس يا بت بلا ديك بلا فرقه ببطي. بقول لك يابا، هو البيت يعني هيساعد ساميه وابنها؟ يا بنت رمضان بيحب اللمه. ايوه بس برضك البيت ضيق. اتبطي يا اختي، اتبطي يا حبيبتي، ويلا اتكلي على الله. خدي ساميه معاكي وندولي الواد ادم. يلا ماشي. بقيت عيش معاك يا صباح عشان السحور. عينيا يا لا يا بنت ما تجينيش عيش، انا هجيب. اتكلي على الله انت على البيت على طول. انا هبقى اجيب العيش يابا، انا عازمكم على العيش النهارده. كتر خيرك يا ابني، دوم عزك. الله يخليك يا حاج. الله يخليك. هاي البضاعه وصلت، يلا عشان السلم دي. ماشي يلا يا رجاله. يا ريس. ابوك مش لاقيهم يتمشى شويه ولا ايه؟ ليه؟ عشان نضرب النفسين دي.
عشان نفسين ايه ما تضرب حد حيشك. تلف لك سيجارة. لا يا محض الله، احنا في رمضان، رمضان بكرة. ماشي، ما رمضان لسه ما جاش، بكرة بقى. طب لو السيجارة حلوة لف لي معايا. ماشي ماشي رفين. تلف لك ايه؟ لا تفضيحة. ورا الصوان. ماشي اسبقني وانا هحصل. هظبط لك. نزل بقى. وحاوي يا وحاوي ايوحه.